هاي، وأوقات دافية إن شاء الله. فتنا بشهر شباط، يعني ما بقى في مزح، شهر الحب والألفة وعيد فالنتاين وعيد جميع القديسين وعيد جمع السياسيين. أنا عندي ضعف تجاه الرئيس بيرلي صراحة، ضعف شخصي. أنا بحبكم كلكم. والطقس للأمانة حلو، مع تلج وموقدة وكستنا وفقرة وفرية وكفر دبيان والأرز باللقلوق. هلأ ركبنا طاقة شمسية، هالطقس هيدا بشرفكن، ما بده هيك شوية بوب كورن ورئيس للجمهورية؟ يعني شو بيمنع يكون عنا حدا مولع هالشمني ببعبدة ويرش علينا هيك شوية حنان؟ وين رايحين؟ طبعا عجهنة. لا، مش لهالدرجة بدنا نتدفى، انه شوية حطب يعملوا لنا جو، بس مش جهنم. لا، هيديك الايام ما رح ترجع، يمكن يجي اسوأ، بس كش برا وبعيد. العمر مش بعزقة. بالتأكيد بالتأكيد انه لبنان اللي بدي سلمه لرئيس جديد رح بيكون وضعه. اذا بدكن يعني احكي اسكتوا. وبهيدا الطقس اللبناني الحلو قربنا على الحلو، يعني 16 شهر من الفراغ بزيادة. إذا ما نكون شفقانين علينا، شفقوا على هيدا القصر. يا حب وين الكانو بقلبي وسكانو. عم نصرف عليه ميزانية قد حتى نلمع الفراغ والقزاز ونشحل الجنينة وننفض الغبر عن السجاد ونعمل صيانة للسيارات الواقفة بالباركينج حدنا فورة قصر بعبدة. قصر بعبدة يا جماعة إله ميزانية، إن في رئيس أو ما في. وبقي في القصر 200 موظف عملهم ثابتون هنا. بينصرف على مكتبه والقرطاسية حتى لو ما في ولا بيان عم بيطلع. وهلأ بحبشوا منيح بميزانية 24 وشوفوا شو بيطلع لكم. طيب بشرفكن، مش حرام هالمصريات تروح هباء منثورة؟ هات لنجيب عليهم رئيس يصرف ويفت ويتدلع. قدي صار لك بلا رجل؟ من سفر ونفر ما ندايين زفر سكتي. بكل الأحوال يلا هانت، وصلت الخماسية على عين التينة وعملت أول اجتماع تأسيسي، وقد منهم عن جد حلوين بالصورة ما عرفناهم. اليوم الحلو ده، ايه الناس الحلوه، ايه اليوم الحلو ده يا جماعه؟ ها، 5+1 اللي هو قد الكل. الرئيس نبيه بري ضيفهم للسفرة شوكولا من عند محمد شقير وقال لهم طعم التم تستحي العين. بحب رحب بصاحب الحفل الكريم وبقول له وزع شوكولاته وطعمينا، وزع شوكولاته وطعمينا. لا 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 لا، هو عن جد ضروري نعرف أسامي المرشحين، يعني هيك إن شاء الله بتقطع على السياسيين اللبنانية إنه خبرية مواصفات ومعايير وموازين ورئيس يلتزم بالإصلاحات. العمر إلكن بهاي المزايا كلها. تعو 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 لخبركن يا خماسية قصتنا بكلمة صغيرة. فطميني يا أختي، فطميني يا قصة البلاوي أنت. نحن من زمان كنا ننتخب. كيف؟ كنا ننتخب رئيس على طريقة أبو يعرب وأبو عبده. ها؟ مش ممكن توصل أوان غير ما تكون رايح عشان. بعد خروج الفروج السوري من لبنان رحنا على مؤتمر الدوحة. بدك تقول هنيك في موازين قوى إقليمية. اتفق الأطراف على أن يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني للانعقاد. ولما انقطعنا من الرعاية الدولية والإقليمية صرنا نعمل رئاسة شغل إيد محلي. وبحب البلدي البلدي، بحب البلدي بجد، وبحب البلدي. ومن يومها فتنا بالفراغ. عندكن 2.5 سنين تمترس فيهم حزب الله ورا العماد ميشيل عون. يا بيوصل الجنرال يا اما 60 عمره ما يكون في رئيس. واليوم صفينا على الخماسيه مع تعطيل 16 شهر. فاذا ما بتقولوا لنا يا جناب الخماسيه مين مرشحين للرئاسه،
ما حدا من هول اللي خبرناكم عنهم رح يلتزم بالمواصفات، فهموها شوي الله يرضى عليكم، معنا هموها معنا وكشفوا عن هالورقة المخفية بشهر شباط. غير هيك يلي عم تعملوه مثل ما قالت أليسا،